الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، من خلال هذه اللقاءات الإيمانية أحببت أن أتناول معكم بعض المعجزات والعبر والحقائق والفوائد من سورة سيدنا يوسف عليه السلام. والله أيها الأحبة، هذه السورة لو استمعت لها كل يوم حتى تموت لا تمل، كل يوم تكتشف شيء جديد. سبحان الله، سورة عظيمة، لذلك الله سماها أحسن القصص. دعوني أستعرض معكم هذه السورة العظيمة آية آية، نحاول أن نتدبر بعض المعاني الجديدة في هذه السورة المباركة. هذه السورة أيها الأحبة، أولا تبدأ بحروف نورانية مقطعة، ألف لام راء. هذه الحروف والله أعلم لها سر يتعلق بتوزع حروف القرآن. يعني بعبارة أخرى، الحروف النورانية المقطعة في القرآن الكريم لها نظام رقمي محكم. عند دراسة توزع هذه الحروف نكتشف أنها تتوزع بدقة مذهلة تعجز البشر. لذلك قال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. مبين في كلامه، مبين في إعجازه، مبين في العبر التي تأخذها منه. سبحان الله، يعني آيات، كلمة آيات، الآية هي المعجزة، هي الشيء الخارق، هي الشيء يعني الدليل على وجود الله. كأن الله يقول لك: انظر أيها الإنسان، تأمل في سورة يوسف لترى دلائل قدرة الله تبارك وتعالى، دلائل عظمة الله، ودلائل تجعلك مطمئنا في هذه الدنيا. يعني نحن بحاجة أيها الأحبة لعبر نأخذها من قصص هؤلاء الأنبياء الكرام. هؤلاء لم تأتي قصصهم عبثا، بل هناك عبرة وموعظة نستفيد منها في واقعنا اليوم. ما أحوجنا في هذا الواقع المؤلم المظلم المتعب الذي نعيشه اليوم أن نأخذ بعض العبر ونسقطها على واقعنا لنعيش حياة سعيدة مطمئنة. لذلك قال تعالى في الآية التالية بعد أن قال تلك آيات الكتاب المبين، قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سبحان الله، أنا أعتب على كل من يشتغل بالدعوة إلى الله ويتحدث باللغة العامية الركيكة التي هي ليس لها علاقة باللغة العربية. لغة القرآن أيها الأحبة هي الوسيلة الوحيدة لأن تعقل. لذلك ربط القرآن بين اللغة العربية وبين تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم ماذا؟ تعقلون. وكأنك أيها الإنسان ما دمت بعيدا عن اللغة العربية لن تعقل. اللغة العربية أيها الأحبة مريحة جدا، كيف لا ترتاح للغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام ولغة آدم ولغة أهل الجنة؟ هذه اللغة هي التي ستلقى بها الله عز وجل. فينبغي أن نأخذ درسا من هذه الآية. القرآن يربط بين اللغة العربية وبين زيادة التعقل والفهم والإدراك. فكلما حرصت على أن تتحدث باللغة العربية
تستمع باللغة العربية الفصحى لغة القرآن، كلما ازددت فهما وإدراكا ومعرفة، وأصبح لديك خبرة أوسع بهذا القرآن وبهذه الدنيا، وتصبح أكثر اطمئنانا كما سنرى بعد قليل. من هذه الآية أيضا أستطيع أن أقول لكم أيها الأحبة، إن كل الأفكار التي نراها على الإنترنت والتي تصلني يطلبون يعني رأي حول من يقول إن الحروف المقطعة أو النورانية ألف لام ميم ألف لام راء، هذه حروف آرامية أو سريانية أو حروف بلغات أخرى. طيب إذا كان الله تعالى من أول آية يقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا، ثم يأتي من يقول هذه كلمات عبرية أو آرامية أو غير ذلك، ما هو الهدف منها؟ من التفاسير المضحكة التي اطلعت عليها أن كلمة طه تعني في إحدى اللغات الآرامية أو غيرها تعني يا رجل. طيب هل هذا إعجاز أن الله يضع في كتابه عبارة يأخذها من لغة أخرى تعني يا رجل، ثم يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا مثلا؟ هذا اسمه عبث أيها الأحبة. حتى المفسرين أخطأوا عندما قالوا هناك كلمات أعجمية في القرآن. القرآن كله عربي من أول كلمة إلى آخر كلمة، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن كل الأفكار المنتشرة التي تقول، سواء إسرائيليات، سواء في كتب التفسير، سواء في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقول القرآن فيه حروف أو كلمات غير عربية، هذا الكلام يتصادم مع القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ووجود كلمة من القرآن تستخدم في لغات أخرى لا يعني أن هذه الكلمة غير عربية، وأن الله عندما أنزل القرآن أخذ من هذه اللغات ووضع في كتابه. هذا لا يجوز أيها الأحبة بحق الخالق العظيم الذي رتب وأحكم ونظم كل حرف في القرآن. كل حرف على فكرة أيها الأحبة في هذا الكتاب العظيم موجود بدقة مثل برنامج كمبيوتر. فما دام الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، معنى ذلك أن كل كلمة وكل حرف هو عربي، وأن اللغة العربية هي لزيادة التعقل والإدراك. يعني انظروا، الله يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ثم يضع فيه كلمات أعجمية لكي لا نعقل مثلا، ما هذا التناقض؟ دعوني أنتقل معكم إلى الآية التالية رقم 3، نحن نقص عليك. انظروا إلى الخطاب هنا أيها الأحبة، كأن الله، طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا كمؤمن أشعر أن الله يخاطبني. يعني هذا أسلوب في علم النفس عميق جدا، أنك في علم النفس والإدارة والبرمجة اللغوية العصبية، أن المدير أو الرئيس أو المدير العام أو المسؤول الكبير يريد أن يشعر هذا الموظف الصغير ب يعني نوع من الأمان، نوع من الـ يعني المودة، نوع من الاطمئنان، يخاطبه بشكل شخصي. لذلك الله تعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. سبحان الله. إذن الله تبارك وتعالى يقص علينا أحسن القصص. قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا الأسلوب أيها الأحبة الذي يشعرنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث معنا،
نحن كلنا كنا غافلين عن مثل هذه القصص، عن هذه العبر، عن هذه الروائع. فلماذا قال أحسن القصص؟ الحقيقة السورة الوحيدة في القرآن الكريم من بين 114 سورة التي تحمل قصة نبي بهذا الشكل الرائع هي سورة سيدنا يوسف. مع العلم هناك سورة نوح أيضا تتحدث عن سيدنا نوح، ولكن هذه السورة فيها تفاصيل، فيها نوع، يعني سورة نوح فيها عذاب، فيها غرق بالطوفان، ابن سيدنا نوح غرق ولم يطع أباه، والأب حزن عليه ودعا له، ولكن الله سبحانه وتعالى حذره أن يكون من الجاهلين فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا ابن نبي كريم، يعني عندما ابنك في النتيجة تقر عينك به يصبح ملكا وهو نبي بالأصل، إذن من أحسن القصص التي يعني نجدها في القرآن هي قصة سيدنا يوسف. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها نتائج يعني سلبية، لا يوجد فيها عذاب، لا يوجد فيها كفر. في النتيجة إخوة يوسف تابوا إلى الله، طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم. لذلك أيها الأحبة، هذه القصة ينبغي على كل منا أن يتأملها جيدا، أن يعني يحاول أن يتعرف على أسرارها. يعني انظروا، هذه القصة تضعك مباشرة في قلب الحدث. يعني انظروا، أنا لدي الآية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، إذ قال يوسف لأبيه مباشرة. بينما لو قرأنا الروايات والقصص البشرية تحتاج إلى 20 أو 30 صفحة لتصل إلى قلب الحدث، هنا مباشرة يضعك أمام مواجهة، تواجه هذه القصة. تأملوا أيها الأحبة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طبعا أيها الأحبة، الكواكب، يعني هذه الآية تميز بين الشمس والقمر والكواكب، فيها إعجاز علمي. ففي السابق لم يميز بين النجم والكوكب، القرآن الكريم يميز، حتى إننا نجد آيات يقول تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الشمس ضياء والقمر نور، لأنه يعكس نور الشمس لا يضيء بذاته، بينما الشمس تضيء بذاتها. فسيدنا يوسف يرى هذا المنام، 11 كوكب، الأب يفهم أن 11 هم إخوة يوسف، والشمس والقمر هو الأب والأم، وأن هذا الطفل الصغير الذي عمره يعني طبعا غير معروف، ولكن على ما يبدو من خلال التفاسير سنوات، أن هذا الطفل سيصبح له شأن عظيم في المستقبل، وسيكون يعني أمره عظيما. لذلك على الفور سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف ماذا قال له؟ قال في الآية التالية رقم 5، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. خاف عليه من الإخوة سبحان الله، ولكن هذا الخوف لم يمنع قضاء الله سبحانه وتعالى. الأب يعلم أن إخوته سيكيدون له كيدا، سيلعب الشيطان في عقولهم إذا عرفوا أن هذا الطفل سيكون له شأن. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. انظروا
كيف أن الشيطان موجود في مخيلة سيدنا يعقوب على مباشرة. أنت الآن قد يكون لك أخ يؤذيك، ينبغي أن تعلم من خلال هذه الآية أن هناك شيطان يحركه، لذلك عليك أن تصبر كما صبر سيدنا يعقوب، أن تستغفر له كما استغفر سيدنا يعقوب لأبنائه. قد يكون لديك ابن عاق وأنت تعلم ذلك، ولكن هنا نأخذ العبرة من سيدنا يعقوب عليه السلام أنه استحضر وجود الشيطان في هذه القضية. قد يكون عندك ولد يؤذيك بالكلام، لا يحترمك، لا يسمع كلمتك، كيفما توجهه لا يأتي بخير. يجب أن تعلم أن هناك شيطان يلعب في دماغه ويسيطر عليه، لذلك علاج هذا الأمر هو الصبر، الدعاء، أن تدله على الخير، لأنه لابد أن يأتي يوم وسيهتدي هذا الولد أو هذا الأخ. لذلك هنا نجد في الآية التالية رقم 6 يعود سيدنا يعقوب لأبيه وجده. طبعا سيدنا يعقوب هو من ذرية الأنبياء، من ذرية إبراهيم وإسحاق ثم يعقوب، يعني سيدنا إبراهيم هو جد سيدنا يعقوب. لذلك قال لابنه، انظروا إلى هذا الكلام الرائع، هذا الكلام يعني بنفس الوقت يحذره من الشيطان، يعني وبنفس الوقت يذكره بجده إبراهيم، وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك، يختارك، يطهرك، يرفعك، ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث أيها الأحبة هو يعني معرفة حقائق ودلائل الأمور، ليس فقط المنامات كما يعتقد البعض. القدرة على الاستنباط هو من تأويل الأحاديث. وكذلك يجتبيك ربك، يرفعك ويختارك ويطهرك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك كما أتمها على ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هذا الإله الذي سيتم نعمته عليك عليم بما في صدرك، عليم بما في قلبك، حكيم يختار لك الخير. لذلك قال إن ربك عليم حكيم. هنا الآية أيها الأحبة لا يناسبها إن ربك غفور رحيم، لا يناسبها عزيز قدير أو مثلا عزيز كذا، يناسبها العلم والحكمة، لأن الله سيعطيك من العلم والحكمة ما يرفعك إلى هذه الدرجة العالية التي سيصل إليها في نهاية القصة. عند هنا أيها الأحبة دعوني أتوقف معكم، في اللقاء القادم سوف نتعرف كيف لعب الشيطان لعبته في عقول إخوة يوسف، وكيف نستفيد من هذا الموقف، وكيف نجنب أنفسنا الشيطان في هذا العصر الذي للأسف معظمنا لا يدخل الشيطان في حساباته. هذه السورة تعلمك كيف تدخل هذا الشيطان في كل حساباتك، وكيف تصل إلى الصبر واليقين والطمأنينة والسعادة، وهذا هو الهدف من هذه العبر التي أكرمنا الله تعالى بها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.